لك بدي أقول لك شغلة بخضم كل اللي عم بصير والمأساة يلي عم نعيشها كلنا سوا. هلأ في البعض لابسين تياب حملين، صحيح أنا مش عم بحكي عن الكل، عم بحكي عن البعض القليل. بتعرف شو همهم بكل اللي عم بصير؟ أنا أسوأ من يلي قلته، شفت هيك اليوم حدا حاطت بوست، وحدا مفترض يكون مسؤول، حاطت بوست بيقول فيه إنه أهم شيء نخلص من وباء الزعمة يلي هو أكبر من وباء الكورونا. كل يلي بيلجأوا للتعميم أول شيء مغلطين، ما في شيء بهالدنيا كله مثل بعضه، هيدي إنه كله مثل بعضه مغلطين. كنت عم بقلك في البعض لبسين تياب حملين بيض، بس بالحقيقة هني مش دياب، الديب بضل فيه شوية شرف، هني ضباع مفترسة هيك ناطرين بس بدهم يطيروا كل العالم، تجربوا ياخذوا محلهم. هذا كل هدفهم من وراء لبسهم تياب البيض يلي هني لبسينه، لأنه يلي هدفه منيح أول شيء بيحدد، مش بيضل يجرب يتهرب إنه تما يحدد شيء، ومش بيجي بيشمل الكل. لا مش مزبوط، مزبوط أكترية الطبقة السياسية ما بتسوى، بس مش مزبوط إنه كلها ما بتسوى، ونحن أول ناس منسوى شاء من شاء أو أبى من أبى، لأنه هاي الحقيقة أو هذا الواقع. وبالتالي بدنا ننتبه، يعني في محاولات من قبل البعض تجربوا بهالمناسبة يخلصوا من الكل بفرض ضرب المنيح والأبيح. وطبعا يلي بحاول يعمل هيك معناتها كتير هيدا سيء، ومعناتها فاسد أكتر من الفاسدين الحاليين، لأنه كل شيء همه أنه يوصل ويوسع مطرح لحاله هو، مش همه أنه يشوف وين في منيح تيبني عليه تيبني هوية تنقدر نخلص البلد. وبالتالي هيدا جواب. يلا الحكومة على مشارف الاستيطال اليوم، الحكومة على مشارف الاستيطال، ايه. وبالفعل نحن يعني على بعد ساعات من إعلان موقف كبير، نحن استيعاب الحكومة لا تعنينا، بمعنى أنه لا بتقدم ولا بتأخر، لأنه إذا اللي شكلوا هالحكومة ما هن اللي بعدهم بدهم يشكلوا حكومة غيرها، ما ممكن استفدنا. يعني أي حكومة بدها تيجي من جديد رح تيجي يعني يا أختها الحكومة يا بنت أختها الحكومة يا بنت خالتها، وبالتالي رح نضل محلنا طالما المجموعة المسلطة على السلطة باقية، ما فيها نتأمل أي خير. مشان هيك نحن هدفنا نروح على لب المشكلة، مش نضل بأشورة. للأسف الحكومة الحالية، للأسف ولك، هيدي واحدة من أشور الأزمة مش الأزمة الفعلية. تروح على لب المشكلة بدك تروح على المجلس النيابي، هونيك لب المشكلة بالوقت الحاضر، لأنه في أكترية نيابية معينة هي وصلت الأمور، وصلت اللي وصلت ووصلت الأمور لهون. هاي بدها تغيير، إذا ما تغيرت ما تغير شيء بالبلد، ما نضيع، ما نلتهي انه استقالت الحكومة وتشوف تشكل الحكومة ومين رئيس حكومة ونعمل استشارات نيابية ملزمة ونعمل، هذا كله تضييع للوقت. بدنا نروح على جوهر المشكلة يلي هو تغيير أكترية نيابية، هذا ما بصير إلا بانتخابات نيابية مبكرة، وكل عم نعمله هلأ تنوصل لانتخابات نيابية مبكرة. نحن مش أصحاب مواقف تياترالية، نحن أصحاب مواقف بتودي لمطرح معين يقدر يفيدوا الناس. بعدين الناس بدأ أنك تعمل لها خطوات تفيدها مش تضرها، مش أنه أنت تطلع بطل تجي تضرب موقف يكون هو بضرها وبفيد الأكترية الحاكمة الموجودة. هذا يلي عم نعمله بكل صراحة. نحن سكتنا بالثلاث أربع أيام الماضية، وخصوصا سكتنا على كتير من التجني اللي صار علينا، لأنه كنا عم نشتغل شغلة جدية، وهلأ راح تبين بها الساعات القادمة إذا الله راد، ونروح مباشرة على لب المشكلة بدل ما نضل بأشورة. لا 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 لا، مش هذا المطروح. مطروح انتخابات مبكرة بأسرع وقت ممكن على القانون السيري المفعول هلأ، على القانون الحالي هلأ، مش وقت نرجع نقعد نبلش من أول وجديد. مش مزبوط. انت يعني انت حضرتك مفترضة على أنه الرأي العام اللي هلأ بده ينتخب هو ذاته يلي انتخب من 3 سنين؟ لا، شو رأيك هو ذاته؟ فالرأي العام اللي بده يغير مش القانون. شو ما كان القانون، إذا رأي العام هو ذاته بيرجع بيطلع على أسوأ. وشو ما كان القانون، إذا رأي عام غير مثل ما غير هلا مثل ما شايفتي أنت، لا ساعتها بيطلع النواب بده يطلعون. خلينا ما ننغش بهالنقطة، لأنه في كتار عم يجربوا يعملوا غش بهالنقطة بالذات، إنه إيه إذا عملنا انتخابات على القانون النافذ هلا إنه رح يرجع يطلع نفس الأكترية. مش مزبوط، لأنه مش من وراء القانون بتيجي الناس هيك ولا هيك، من وراء الرأي العام واتجاه الرأي العام. الرأي العام اتجاهه مختلف، وبالتالي شو ما كان القانون يلي عملت الانتخابات على اساسه هلا رح تطلع النتيجه مختلفه. اليوم الشعب اللبناني، يعني قبل ما احكي عن جمهوريه
جمهور القوات اللبنانية، الشعب اللبناني كله عم بيقول ما بده حدا منكم، لأنه بعد هذه الجريمة التي اكتشفت بحقكم حمل السلطة السياسية، لأنتم كنتوا فترة طويلة جزء من هذه السلطة السياسية وكان بموقع نائب رئيس حكومة أيضا للقوات اللبنانية. إذا يعني اليوم جمهور القوات حتى عم بيقول استقيلوا وإلا نحن حتى رح نبطل القوات، وقالوا مش وقت هلأ زيارات الحكيم على الأرض، وقت إنه يعلن مواقف تفش خلق أهل الضحايا، تفش خلق كل لبنان. اليوم منا نحن كصحفيين أيضا وكمواطنين نعتبر إنه كلنا ضحية هذه السلطة وأنتم جزء من هذه السلطة. اللي عم تحكيه منه كتير دقيق، لأنه في كتير عم بياخدوا اسم أو هوية القوات وعم بجربوا يحكوا باسمها، هاي من الجيوش الإلكترونية الأخرى، بس مش هذا. لا، في البعض أكيد، في البعض عم بيطرحوا رأي مثل ما بتنطرح كل الناس، بس بدي أقول لك إياه، نحن مش شغلتنا يعني مش هيك، نحن مش موجودين تنفش خلق الناس، بتعرفي موجودين مش نشو تنحل لهم مشاكلهم، إذا قصت فشت خلق هاي نحن مستقلين من 8 شهور. يعني الاستقالة على الورقة شيء، والاستقالة ان تكوني مستقيلة انت سياسيا خلاص ما بقى عندك اي امل بسلطات القائمة شيء تاني مختلف تماما. نحن من 8 اشهر من 10 اشهر بس ايمتى وكيف بنستقيل تنفيذ شعبنا اكتر شيء ممكن، بده الكل يسمحوا لنا، مش كل حدا بده يقعد مطرح حدا، وقت بيبطل فيه بهالدنيا شيء لا بتخرب الدنيا كلها سوا عن بكرة ابيها. فاذا هاي قصة هون لعبة كتير تقنية او شغلة كتير تقنية مشان تنشاف شو افضل طريقة تنقدر نفيد. السؤال الاساسي شو افضل طريقة نقدر نفيد، مش افضل طريقة تنفش خلق الناس. اذا قصة فش خلق الناس، طيب يلي استقالوا رح يتهلق فشوا خلق الناس، وبعدين انت قلي لي هلأ صار في 8 مستقلين، ايه عال. اذا نحن ما رح ننزل على اللعبة مثل ما لازم ننزل عليها بالقوة اللازمة، إيه شو بفيد كله، استقالوا فشوا خلق الناس، برافو تعال عظيم، رحنا عبيتنا ضلت كل شيء على حاله، ضلت سلطة مثل ما هي، وين صرنا؟ لا، هيدا الضحك على الناس ما بقى لازم نقبل فيه، وانتو كصحفيين لازم تساعدوا ما تخلوا حدا يضحك على الناس. شغلة السياسيين مش يفشوا خلق الناس، يعملوا لهم شغلتهم للناس، يوفروا عليهم مصايب للناس، وبالتالي بالوقت الحاضر بدها تغيير السلطة الحالية. نحن كل هدفنا نغيرها بأي طريقة فيها نغيرها، فيها باستقالات أو بالإحجام عن الاستقالات أو بخطوة لقدام أو بخطوة لورا، راح نعمل. المهم أنه نخلص من السلطة الحالية. حكيم، شو الكلمة بتوجهها لرئيس الجمهورية؟ حضرتك لك فضل بإصراره كمان، شو الكلمة بتوجهها اليوم؟ وتعطلت لغة الكلام، حتى كل شيء عم بصير تعطلت لغة الكلام بكل صراحة. الشغلة النقطة الأكيدة من بعد كل اللي صار، وخصوصي خصوصي خصوصي من بعد انفجار بيروت اللي صار قبل انفجار المرفأ، منه قليل انه يتفقر الشعب اللبناني هيك، هذه شغلة منه قليلة أبدا، بس من بعد انفجار المرفأ خلص. أنا لو مطرح مسؤولين موجودين بالجملة بنحمل حالنا ومنستقيل، ونحن إذا بعدنا مش عم نقدم الاستقالة هو تنقدر من خلال تقديمنا الاستقالة بالوقت مطلوب نخليهم يستقيلوا، مش لأنه ما بدنا نستقيل أو مش مؤمنين فيها، مش مؤمنين بالسلطة الموجودة ولا بأي شكل من الأشكال. وردا على اللي قالته الأنسة أو المدام من شوي، ما أنتوا كنتوا معهم، لك طبعا من إحنا الناس عطونا 15 نائب، شو بنعمل يعني؟ ممروح على المجلس النيابي، طب تشكلت حكومات بهالمجلس النيابي شو بنعمل؟ ما بنشارك فيها؟ بنشارك بنجرب قد ما فينا، شاركنا وجربنا قد ما فينا، وشاركت كل العالم، تجربتنا كانت من انجح التجارب، كل العالم بيقولوا يا ريت كل الوزراء مثل وزراء القوات، يا ريت كل النواب مثل نواب القوات، ما بدنا نتاخذ الامور هيك بفوضويه كبيره، انه ايه ما انتم كنتوا معهم، كنا 4 من 30، واول ما الفرصه سنحت استقالوا هالاربعه من 30. بدك تولي بالك انت. بدي اوجهك كثير دقه لانه انا بدي اوصل صوت الشعب. اليوم لما كنتوا حضرتك تحط ايدك بايد الرئيس نبيل بري وتحط ايدك بايد الثنائي الشيعي وتحط ايدك بايد وليد جنبان وكل السياسيين بلبنان وتكونوا عم تضحكوا مع بعضكم، كان عم ينتحر على الشعب اللبناني يلي اليوم الشعب اللبناني انقتل، وكان يمكن تكون حضرتك ضحيه او انا ضحيه او اي حدا هون موجود، ما بقى قادرين نسمع. اذا نحن كصحفيين بطلنا قادرين نسمعكم، كيف الشعب اللي على الارض كيف بعده بده يسمعكم؟ كيف الاهل اللي خسروا اولادهم بدهم يسمعوكم؟ هيدا اللي عم اقول لك اياه. يعني اقل الاستقاله بتكون رده فعل معنويه، بتكون شوي عم تعطونا دعم معنوي للناس اللي ببيوتها، انه نحن عن جد خلص يعني استسلمنا، نحن طلعنا فاشلين مش كقوات، كسلطه سياسيه بتضم القوات اللبنانيه. ليكي ليال، اول شيء راح نوصلك على البدك اياه وعلى افضل ما يكون.
بدي تروق بالك شوي، لأنه كله له وقته وكله له طريقته. الهبج ما بيعطي نتيجة. برجع بقول لك نحن إذا مجرد هيك تنربح شعبية بوب أول ما بيطلع صوت نجي بنهبج. أنا في عندي مثل كتير بسيط قدام عيوني، ما في 6-7 نواب ومشكورين قاموا الساقة ولا هلا شو صار؟ يعني تغير شيء بالبلد؟ ما تغير شيء بالبلد. فإذا مش هيدا المهم، المهم تعملي شيء تقدر تغيري بالبلد. الكل رح توصل لبدكم إياه، روقوا بالكم بس بدها رواق، لأنه أنا كمسؤول مضطر إنه ضل مروق بالي وروح على الشغلة تعطي نتيجة، مش بس تعمل استعراض قدام الناس. هيدي واحد. اثنين، إنه كنت سلم على نبيه بري وكنت سلم على ولي جملات مع ثنائي الشيعة ولا يوم، أنت بتعرفي ما تتهمي لك إنه الرئيس بري رئيس بري ثنائي بتقصي. وين طلعي لي صورة؟ طلعي لي صورة. دعينا على مؤتمر الحوار الوطني سنة 2006، مزبوط 2006 بالمجلس النيابي، كان السيد حسن نصر الله موجود وأنا موجود على الطاولة. بس هيك شو بنعمل؟ مش هيك الدنيا، يعني مش إنه أوكي بنلتقي بكل رؤساء الكتل الآخرين إن كانوا صالحين ولا إن كانوا فاسدين، ما مسلم بنعمل هيك وبنضل قاطعين. لا، عندهم سياستنا وعندنا سياستنا نحن، بس في حد أدنى من الليقات الاجتماعية لازم نضل محافظين عليها. أنا بدي أرجع أكد على شغلي بهالمناسبة، ومنيح اللي عم تطرح علي يا ليال كل هالأسئلة. كلنا سوا كيف بدي اللي يعني طالع ديننا من كل شيء عم بصير، بس هي مش معناتها إنه تتفشنا الأمور خلاص، يعني نرفض المنيح والأبيح والصالح والطالح واللي لازم ينعمل والما لازم ينعمل. حتى الخطوة اللي لازم تنعمل نقول لا أنا ما لازم تنعمل، بس لأنه طلع ديننا أهل كلنا طلع ديننا، بس لازم حاجة يضل فيه شوية عقل تنقدر نوصل على شاطئ الأمان، وهذا اللي عم جرب نعمله. دكتور جراجع، ما كنت بتوقع موقف متقدم أكثر من المطرق الرامي في بعد الانفجار اللي حصل؟ يعني شو بده يكون متقدم أكثر من يلي قاله؟ يعني قال انه هاي جريمه وقال انه هاي كذا وقال، يعني شو ترك؟ عاد عن انه البترك الراعي لحد هلا صار له شهر وجمعتين عم بيعمل ما لا يعمل تيروع على حل جدي يلي هو حياد لبنان. ما حدا غيره حمل هالصليب لحديت هلا، وهو اخده وعامله معركته واتصالات ليل نهار، وانت تعرف داش عم بيعمل جهود مشان يوصل على حل جدي يلي هو إعلان حياد لبنان واتخاذ الحكومة اللبنانية كل الخطوات المطلوبة للوصول إلى حياد جدي، لأنه بهيدي في حل لكل مشاكله. فأنا رأيي يعطي 100,000 عافية البترك الرائب، وجه له من هون تحية كتير كبيرة، وهو مستمر بحملته للحياد، نحن مستمرين معه بهالحملة للحياد، لأنه هيدا الحل الفعلي للبنان. حكيم، سؤال، هل أنتم ناطرين كحزب قوات لبنانية قرار من الخارج والاستقالة كما قالت النائب بقول أي عبيان اليوم، وأنه الرئيس حسان دياب هو دمية؟ الرئيس حسان دياب دمية ولا غير دمية، هاي اللي بتركها الأحداث، وكل هالسؤال ما راح جاوب عليه لسبب كتير بسيط. كل حدا منا بيعرف حاله وواثق من يلي بيعمله، وعنده وراه تاريخ طويل عريض، وعنده قدامه مستقبل طويل عريض.